الحمد للذي الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذي يعمل الصالحات أن لهم أجرا حسنا مكاسبين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا إلى بعضهم قبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فألك باقي نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها شهيدا جروزا أمسا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ استووا في إيات إلى كهف فقالوا ربنا آتنا في الدنيا رحمة وحي لنا من أمرنا رسودا وضربنا على أذانهم في كهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لبثوا أمدا صدق الله العظيم.